النهارده وعلي ابو القاسم لاعب منتخب مصر للجمباز. ازيك يا علي؟ اهلا بيك. مبروك على الميداليه البرونزيه. الله يبارك فيك. مبروك على تشريفك لينا، احنا تشرفنا بيك وقدرت ترفع اسمنا واسم مصر، وده مش جديد عليك، على طول عمرك الحمد لله بتقدر ترفع راس مصر. وزي ما كنت بقول في البدايه، انت يعني بطل من اول ما ابتديت المشوار يعني. شكرا. فيعني مبروك علي، ونبتدي بقى يعني نبتدي عايك. وعلى فكره يا جماعه، احنا بنقول النهارده لعلي مبروك طبعا على البحر المتوسط، وبنقول عليها كام، وبنقول مبروك برده يمكن لبطوله لكاس العالم. كاس العالم برده كان في تحقيق لنتائج، كان في برونزيه برده ولا كان ايه؟ كاس العالم في كرواتيا قبل البحر المتوسط بثلاث اسابيع. طب نقول ان نبتدي طب من كرواتيا، ولا نبتدي من اخر حاجه من البحر المتوسط؟ ممكن نبتدي من افريقيا، قبلهم بشهر بالظبط، قبل البحر المتوسط بشهر جبت اول افريقيا، كانت بطوله افريقيا في ناميبيا، ودي البطوله الرابعه على التوالي الافريقيه لتحقيق مركز اول برضه على جهاز الحلق. فيعني زي ما تقول المحافظ على مركزي، هم في الاخبار قالوا متربع على العرش الافريقي للسنه المره الرابعه، يعني هي بتيجي كل سنتين. وطبعا في دوره العاب افريقيه لعبتها، هما تقريبا اربع بطولات افريقيه ودوره العاب افريقيه تقريبا كده مده حوالي ست سنين، فدي حاجه كبيره جدا ان انا الصراحه محافظ على المركز ده. مش من السهل ان الواحد يوصل للبطوله ويحافظ عليها، ممكن واحد يوصل، وعندنا كتير لاعبين في مصر قدروا يوصلوا، بس كان صعب الاستمراريه ان هو يفضلوا في مراكز متقدمه. بالظبط صح. الحمد لله. وبعديها كان عندي منافسه قويه في كاس العالم في كرواتيا. كاس العالم في كرواتيا دوت قوي جدا من كاسات العالم اللي بالنسبه لي صعبه. انا طلعته قبل كده مرتين ودي كانت الثالثه. كانت مشاركاتي فيه دايما بخش فاينل، وصلت للخامس وصلت للسادس، بس كان يعني ما قدرتش ان انا احقق فيه ميداليه. كانت المره دي تمرين بجد وقوي جدا، وتحضيرا للبحر المتوسط كنت عايز اعمل فيه حاجه، شدينا جامد وعملنا حاجه كويسه وجبت الثالث فيه. كانت طبعا نتيجه مميزه ليا ومميزه للاتحاد وحاجه قويه جدا. مستوى المنافسه في كاس العالم زي في البحر المتوسط؟ طبعا هي كانت تحضيريه اكتر بالنسبه للاتحاد، هو بيحطك عشان تبقى برده مع الناس الاوروبيين برده، ومعظم اللعيبه فيه برده كانوا من البحر المتوسط زي تركيا زي ايطاليا زي اليونان، دول كانوا معانا زي اسبانيا. كل الناس ديت كانت فيها ناس مشاركه معانا في كرواتيا. قدرت ان انا اوصل ان انا احقق حاجه زي كده، ده اداني الحافز واداني امل ان انا ان شاء الله اقدر احقق حاجه في البحر المتوسط. وطبعا منافسه البحر المتوسط كانت اقوى واعلى. بس خلصنا كرواتيا بميداليه ثالث، ميداليه كويسه ونتيجه قويه، طلعنا بعديها البحر المتوسط. طب انا اصعب كتير يعني. انا عايز اتكلم بصراحه شويه، يمكن متابعين البرنامج عارفين ان انا على طول بتكلم في ايجابيات، وطبعا هنفضل على طول نتكلم في ايجابيات، ووجود علي النهارده معانا احنا بنوريكم الايجابيات اللي احنا نقدر نحققها. بس هل انت راضي ان من بطل افريقيا لكاس عالم لبحر متوسط ويكون العائد المعنوي والتشجيعي اللي احنا فيه دلوقتي؟ شويه ابتدى، بس طبعا لسه العائد قبل كده كان قليل جدا، دلوقتي ابتدى شويه يحصل له شويه تغطيه اعلاميه بعد الدوره وبعد نتيجه كاس العالم الكوره. طبعا حزننا، انا كنت ساعتها في وقت اللعب وكنت في وقت كان عندي فيه بطوله، رجعت طبعا سمعت ان احنا خسرنا، طبعا حزننا شويه عشان اللعيبه قلت يمكن مفيش خبرات مفيش حاجه، اول مره تاهلهم بعد 28 سنه، فالموضوع بالنسبه لهم صعب. طبعا حزننا شويه وحاولنا ان احنا نفكر ان احنا نعمل حاجه برده، يعني نركز في لعبنا ونحاول ان احنا نعمل حاجه نفرح بيها برده الشعب. ما شاء الله ودي كانت حققوا نتائج يعني محترمه جدا، و45 ميداليه وبالنسبه لي انا في الجمباز انا كنت عايز اعمل ميداليه ما اتحققتش من 17 سنه. يعني ميداليه في البحر المتوسط اولا غير ان هي حلم ليا او حاجه ليا في تسجل في تاريخي، دي ما اتحققتش بقالها 17 سنه. ميداليه قويه جدا، منافسه فيها عاليه، دوره البحر المتوسط ثلاث قارات بيلعبوا، ثلاث دوائر، ثلاث اربع اولمبيات تقريبا، البلاد اللي فيها اوائل الاولمبيات الاول والثاني والثالث، دي ناس مترتبه في الاولمبيات
اللي انا بلعب معاهم زي اليونان زي تركيا زي ايطاليا، الناس دي ليها ترتيب في الاولمبياد. فالموضوع كان قوي في نفس الوقت، كان مني تركيز جامد ان انا عايز اوصل احقق الحلم ده. قبليها الدورة اللي قبليها من المفروض كل اربع سنين، بس هي اتأجلت السنة دي سنة، فهي كانت 2013 من خمس سنين، كانت في مرسين في تركيا. كنت قريب قوي من الحلم ان انا احقق ميدالية. وصلت ان اتظلمت في التحكيم فرق 33 من 1000، حاجة بسيطة جدا. بعد التصفيات انا كنت متأهل في التصفيات رابع تالت، وتاني يوم ادوني رابع نزلوني في ظلم طبعا. فضلت ان انا يعني بسعى ان شاء الله ان انا اوصل لها تاني، وكان عندي الامل ان انا اوصل تاني عشان احقق الميداليه دي. حاطط هدف طبعا، هدف كبير وكنت شغال عليه وماشي عليه ان انا ان شاء الله اوصل لها تاني واوصل ان انا اجيب الميداليه دي. والحمد لله ربنا حقق لي امنيتي، وقد كان فعلا وصلت ان انا احقق الميداليه دي. وبيتهيألي هو الهدف، الواحد لما بيحط لنفسه هدف وبيجتهد ويسعى له بالظبط بيقدر يوصل له، يقدر يوصل لها طبعا. طيب خلينا برضو نتكلم. بص يا جماعه، الكلام اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي هو ولا هو احنا ولا هنهاجم حد ولا هنعمل اي حاجه، بس احنا مش هنفضل حاطين راسنا في الرمل كتير. احنا بنقدر نحقق نتائج وعندنا ابطال، وان احنا يعني هسالك انا سؤال خلي الناس دي. تمام. تتوقع للرياضه المصريه الرياضات الاخرى، مش هكلمك حتى عن رياضتك انت لوحدك، تتوقع لو الرياضات الاخرى خدنا ميزانيه زي اللي صرفت مثلا في كاس العالم واتصرفت على الرياضات الاخرى كلها بالابطال بتوعها هتفرق؟ هتفرق جدا جدا. احنا تقريبا يعني خلينا نقول الرياضات اللي هي الفرديه، الالعاب الفرديه كلها مظلومه بسبب كلنا تقريبا بنشتكي من قله المصاريف او قله الدعم. زي الالعاب الجماعيه وزي كره القدم بالذات، احنا تقريبا كل حاجاتنا كلها مصادر داخليه، معسكرات داخليه في المركز الاولمبي. مفيش احتكاكات تقريبا. احنا بنطلع بطوله بطولتين في السنه، التكاليف شويه بتبقى اكتر من مصاريف الاتحاد، ده تقريبا اللي حصل الفتره اللي فاتت. احنا بقالنا من 2013 ما طلعتش معسكر خارجي، وده مفيش دعم، مفيش سبورت للعيبه ان هي دي الدعم شويه ان هي تطلع البطولات ديت. لازم تتشاف، لازم تبان الحكام، لازم تاخد خبرات عشان نوصل ان احنا نحقق حاجه كبيره. وبالتالي احنا باقل دعم وباقل حاجه وما بيصرفش علينا مثلا لو زي الكوره، وبنوصل ان احنا نحقق النتائج دي. فما يعني بقيت مش عارف، انا بجيب ميداليه افريقيا، انا محافظ على ميداليه افريقيا يعني خمس سنين لعبت الكوره، يعني تقريبا يعني الموضوع بيبقى بالنسبه لها صعب فين وفين، وبنتعب عشان نجيب الميداليه ديت، وساعات تيجي وساعات ما تجيش. فاللي هو طب العب كره قدم ويبقى مجهودي بسيط بقى، ويعني يمكن ابقى زيهم. يعني احنا خلينا برضو نتاكد من حاجه، احنا بنفخر بكل منتخبات الوطنيه، اذا كانت كوره، اذا كانت جمباز، اذا كانت اي نوع من انواع الرياضه المصريه، احنا بنفخر بابطالنا. بس لازم نعمل اعاده يعني اعداد حسابات. النهارده انا عندي رياضي او عندي رياضه بتحقق لي نتائج، بالاصح ان انا اصرف عليها، بالاصح ان انا اوفر لها التمويل، لان ده تهيألي ده اللي بيحصل في كل العالم بره. ده اللي بيحصل في كل العالم فعلا، وده اللي بيحصل لكل اللعيبه اللي احنا بنشوفها من الدول الثانيه. وهنقول كمان اقرب حاجه للبلاد العربيه اللي جنبنا بيحصل معاها كده، ان يعني احنا لو عملنا دوت احنا ما بنكسفهمش، وبالتالي احنا بنعمل نتائج قويه. ولو اتدعمنا اعتقد ان احنا نوصل لحاجات كبيره، وممكن نوصل مش ميداليات بطولات عالم بس، ممكن نوصل لميداليات اولمبيه. فاحنا محتاجين نوصل لده، وده برضو بيطلع للبلد واسم البلد وبيرفع على الاولمبيكس فعلا. الاولمبيكس والفتره الجايه فعلا محتاجين تهيألي ان احنا ندعم المنظومه شويه الفتره اللي جايه، لان احنا بدل ما عندنا القدره اللي احنا نحقق في بحر متوسط عندنا نقدر نحقق في كاس عالم افريقيا اوائل، معناها ان احنا لا عندنا فرص كبيره بشويه دعم وشويه اهتمام اللي احنا نحقق في الاولمبيكس. يا ريت، احنا محتاجين الصراحه كل الدعم، محتاجين يعني سياده الوزير اشرف صبحي ان شاء الله يدعمنا الفتره الجايه. محتاجين في بطولات لازم نطلعها جدا، دي بطولات مهمه جدا للرانك بتاع التاهيل للاولمبياد، كاسات العالم وفي بطولات العالم. محتاجين ان احنا الدعم يبقى فيه معسكرات والمشاركات الدوليه ديت، ده مهم جدا ومفيد لينا عشان ان شاء الله نتاهل الاولمبياد. وبالتالي ده يعني هيعود علينا ان احنا لو في حاجات زي كده وفي بطولات زي كده كتير نقدر نحضرها ومشاركين فيها، هنجيب نتيجه فيها وممكن نشارك في الاولمبياد، نوصل حتى المراكز عاليه، ممكن نخش فاينل، ممكن نوصل لحاجه. وانا متوقع ده، بس محتاجين الدعم ده مهم جدا ان شاء الله. انا متوقع يعني انا متاكد ان لو
وانت واحد من الرياضيين المصريين اللي لو نالوا الدعم اللي يستحقوه والاهتمام اللي يستحقوه فتقدروا تحققوا نتائج. وعلى فكره يا جماعه يعني خلينا نتكلم بصراحه، الراجل ده على طول بيعمل في صمت هو وبقيه المنتخب، الناس دي باقل الموارد وباقل اللي موجود بيقدروا يحققوا نتائج، فمش عيب ان احنا النهارده كاعلام ان احنا نطالب ان الناس دي تتم الاهتمام بيهم اكتر. انا مش برنامج كل يوم بتكلم في كوره، لا انا برنامج كل يوم بتكلم عن الرياضات الاخرى. فالنهارده الكلام اللي احنا بنقوله ده مش جديد، بس الوقت والظروف هي اللي بتحكم علينا ان احنا لازم نرجع نتكلم في كده. علي، بحر المتوسط بقى يعني كان اصعب المنافسات في جهاز الحلقه كانت ايه؟ مع مين؟ دول ايه؟ اصعب المنافسات في البحر المتوسط اليونان وتركيا واسبانيا وايطاليا. هل في الفتره الاخيره امثله على صعود دول ونزول دول في خاصه في الجهاز بتاعك؟ يعني هل كان في دول مش موجوده في الفتره الاخيره او من في السنين اللي فاتت وبدات دلوقتي تظهر بقوه؟ ايطاليا شويه اختفت فتره وطلعت تاني. تركيا تقريبا بقى لها 5 سنين بتطلع بس. يعني وبتطلع متميزه في ظهورها في كل البطولات، مع اننا كنا بنكسبها تقريبا يعني من قبل الدوره اللي فاتت. في اسبانيا ابتدت تظهر طبعا جدا بالذات في جهاز الحلق بتاعي. قويه بس ابتدت تظهر على الجهاز دوت. في دول الدول كتير الوقت بتتحرك، يعني احنا شايفينهم دايما بيطلعوا، ما حدش فيهم بيرجع لورا، دايما متحضرين، دايما حاضرين كل البطولات، دايما اليوم في كاسات العالم، في بطولات العالم، ما فيش بطولات ما بيروحوهاش. احنا مش هنقول عايزين نروح كل البطولات، بس يعني احنا لو مشينا مثلا خطوه لقدام بس نصهم خطوه زياده هنبقى كويسين وهنقدر ان احنا نبقى جنبهم ونقدر بعد كده نحقق حاجه. تمام. عايز اعرف بقى طب بعد البحر المتوسط الفتره اللي جايه في حاجه قريب ولا الفتره دي ايه؟ احنا الفتره اللي جايه ديت بعد البحر المتوسط عندنا بطوله العالم دي في قطر في شهر 10. عندنا ان شاء الله بعديها قبليها كمان في كاس عالم في باريس والمجر. كاسين العالم دول مهمين جدا تحضيريا لبطوله العالم ومهمين جدا بالنسبه لي ان انا احقق فيهم نتيجه. الاهم منهم بعديها على طول في كاس عالم في شهر 11 دوت هيكون في المانيا. كاس العالم دوت هيبتدي اول الرانك او يعني ياخدوا منه اول بوينت للرانك التاهيل الاولمبياد. هم 8 بطولات هياخدوا في خلال السنتين دول لحد الاولمبياد لحد 2020 هياخدوا منهم افضل 8 بطولات هيتلعبوا ياخدوا منهم افضل 4 بطولات. يعني ان يبقى باقي سنتين على الاولمبيكس ده مش فتره طويله. مش فتره طويله بالنسبه لاعداد منتخب او لاعب لاولمبيكس. مش فتره طويله خالص، وهو ده الوقت الجد، هو ده الوقت اللي احنا محتاجين فيه السبورت، هو ده الوقت اللي احنا محتاجين فيه الدعم. لسه على اولمبيكس يا جماعه، احنا لسه هنتكلم ولسه هنفكر من دلوقتي، ما لسه معانا وقت. ده هو ده الوقت. الناس بره بتحضر من 4 سنين، يعني بتستنى الدوره تخلص وتبتدي تحضر. فالوقتي احنا الفتره اللي هي يعني دي خلاص اخر فتره ممكن نلحق ان احنا ناخد كل الدعم او يعني نشتغل جد ونقف جد فعلا عشان نلحق ان احنا ان شاء الله نتاهل ونعمل حاجه. انا عارف ان انت طبعا اي بطوله بتبقى داخلها داخل عايز تحقق مركز او عايز تطلع يعني بميداليه، بس من وسط البطولات اللي احنا داخلين عليها بالنسبه لك اني الاهم واللي انت حاطط له تارجت زي ما كنت حاطط للبحر المتوسط؟ عندي ان شاء الله بطوله العالم وكاسات العالم المؤهله، دول اهم حاجه بالنسبه لي. السنه الجايه في دوره العاب افريقيه ودوره العاب عربيه، ان شاء الله ان شاء الله افضل محافظ على مراكزي واحقق فيهم ميداليه، بس الاهم بالنسبه لي كاسات العالم عشان هي تاهيليه بالرانك الوقتي، ودي اول مره تحصل معايا الدوره ديت. الدوره اللي فاتت ما كانش فيها، كان تاهيل من بطوله العالم بس، فالوقت احنا قدامنا فرصتين، تاهيل من بطوله العالم ومن رانكات البوينت اللي بنجمعها من كاسات العالم. فدي فرصه وجت لنا وقريبه جدا للاعيبه الفردي وفرد الاجهزه ان احنا اشتغل عليها، وان شاء الله دي تساعدني وتوصل لي حلمي ان انا ان شاء الله اخش الاولمبياد. فدي حاجه مهمه، انا تعبت قبل كده وعملت وسجلت حركه باسمي في قانون الجمباز، وده كان في تاريخ الاتحاد الدولي حركه باسمي، وعملت ميداليات، اول لاعب مصري يعمل 3 ميداليات في كاس عالم. عملت 3 ميداليات في كاس عالم ودي ما حصلتش. جبت ميداليه بحر متوسط قعدت 17 سنه ما بتجيش. دي انجازات كلها تاريخيه اتسجل لي، وان شاء الله الخطوه الجايه باذن الله ان انا اوصل ان انا اتاهل الاولمبياد، وبس محتاج الدعم ان شاء الله من كل الناس. كرمتك كم مره علي من الاتحاد والوزاره عشان اوصل لده؟ التكريم الصراحه قليل. كرمت كم مره كلهم معدودين.
في تكريم بيجي قليل وضعيف جدا، مش هنقول زي لعبة الكورة بس أقل من ألعاب تانية كتير، أقل من ألعاب جماعية. اللايحات محتاجة تتغير، اللايحات بسيطة جدا، مش محتاجة أقول أرقام بس هي حاجة ضعيفة جدا جدا لدرجة كبيرة. محتاجين ان احنا نتقدر اكتر من كده، محتاجين نحس بالحافز دوت. احنا تقريبا يعني الاجتهاد واللعب كله والتدريب والمكافاه، يعني حاجات كلها شخصيه لنفسك، ان انت بتحس ان انت عملت حاجه. يعني حاجه خيالي مشروع، يعني ما انا اي حد انا اظن ان انت رياضتك بتاخد منك وقتك، بتاخد منك مجهودك، بتاخد منك تركيزك، يعني هي اكتر حاجه في تاخد حياتك. فلوس تاخد مني، منك فلوس، تاخد مني فلوس. انا بصرف كتير، بصرف كتير علاجات، بصرف كتير تغذيه، بصرف كتير مشوار، بصرف كل دوت ما بيعوضش العائد اللي بيجي لنا. وفي نفس الوقت بأبسط حاجة بنوصل إن إحنا بنعمل أفضل نتائج. يعني محتاجين أقل حاجة حتى بعد ما نجيب الميدالية أو نحقق المركز دوت، إن يعود علينا بمكافآت كويسة. أنا عندي سؤال ليك، يعني بما إن إحنا في مصر دايماً بنقول اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، أنا عايز منك أنت تقول لي دلوقتي كلاعب محترف، لاعب محقق ميداليات أو الأفريقية، ليك حركه باسمك، فانت رياضي يعني احنا نثق فيه وفي كلامه، شايف ان الجمباز محتاج ايه؟ وايه الخطوات اللي احنا نقوم بيها في الفتره دي؟ عايز منك لائحه استرشاديه دلوقتي مثلا، او جمل استرشاديه اعرف احنا محتاجين ايه الفتره اللي جايه. تمام، احنا محتاجين الفتره اللي جايه لو هنتكلم بالنسبه للمنتخب وتدريبات المنتخب، احنا محتاجين هنقول الملاعب ابتدت شويه افضل دلوقتي، وامكانيات ابتدت تبقى احسن، وفي ملاعب متوفر فيها اجهزه كويسه. تمام، اي ابديت بيتعمل بنحاول بقدر الامكان ان احنا نبلغ بيه بيجي، ساعات بيتاخر بس بنحاول بقدر الامكان ان هو يجي. محتاجين المنافسات الخارجيه دي مهمه جدا جدا، المشاركات الخارجيه، انه يكون في احتكاك خارجي. محتاجين نسافر بره، نتمرن، نقعد معسكرات خارجيه، ونخرج بعيد هنا عن الزحمه، وبعيد عن اللي عنده دراسه، وبعيد عن الشغل، وبعيد عن كل واحد عنده حاجه هنا واخده منه وقت. كل ده هيفيدنا كتير، ان احنا نروح بره ونتعلم ونشوف الناس اللي بره دي بتعمل ايه. هنتعلم من اللعيبه اللي هم اللي ليهم رانكات وبطولات عالميه، هنتعلم من المدربين الخبراء اللي هم اصلا معاهم. احنا لما بنسافر بره بنقعد معسكر مع اللعيبه الاولمبيه للبلد، فكل ده هيفيدنا. محتاجين ان احنا الحكام تشوفنا بطولات مره واثنين وثلاثه، ادائك ذات نفسه بيرتفع مش بيقل. الحكام ذات نفسه بتعرفك، بتشوف تلاقي اللعيب ده كويس، ده جه مره واثنين وثلاثه واجتهد واداه اتغير. كل ده بيفيدنا. كل ده تقريبا في الاخر بينص على دعم الاتحاد. الوقت اللي موجود كويس جدا، بيدعم كل ده، عايز يعمل لنا دوت وعايز يشتغل عليه، بس هو محتاج دعم مادي من الوزاره. وهو خلال الفتره اللي فاتت تقريبا كان شغله كله الدعم وصرفه من البطولات الجمهوريه او الاشتراكات البطولات عامه. محتاجين الفتره الجايه بس ندعم كويس، واحنا ان شاء الله هنلاقي نتيجه كويسه جدا والجمباز هيرتفع. بالنسبه للجمباز المحلي والمنافسات الجمهوريه، انا شايف ان الاتحاد دلوقتي شغله كويس جدا، عامل شغل كبير جدا، الممارسات، المهرجانات، السن الصغير، الرياضه، فتح كذا القطاع بتاعنا بقى كبير، زود قطاعين مثلا على الجمباز. كل دي حاجه كويسه يعني نشاط في البلد. كل ما النشاط بيزيد، كل ما عدد اللعيبه بيزيد، كل ما بقى عندنا خلاص يعني حاجه للمستقبل افضل، يعني افضل بكتير، وحاجه كويسه جدا، وحاجه كويسه للاطفال وكل الجيل اللي طالع. فانا شايف ده كويس، وهم ابتدوا يشتغلوا الصراحه، يعني بيعملوا حاجات كويسه، وفي نفس الوقت ده بيعود على الاتحاد وبيعود على كل الاجيال اللي جايه. هايل جدا، هايل. نكمل معاكم، عندنا أسئلة كتير لعلي وحاجات واستفسارات، وهتشوفوا جانب آخر من علي بس بعد الفاصل، استنونا.
اهلا بيكم مره تانية بعد الفاصل. بفكركم ضيفي هو نجم منتخب مصر للجمباز جهاز الحلق والحائز على الميداليه البرونزيه في بطوله البحر المتوسط كابتن علي ابو القاسم. اهلا بيك مره تانية علي. اهلا بيك علي. سالتك قبل الفاصل قلت لك مين الدول اللي صعدت مؤخرا في الجمباز، لان احنا شايفين دلوقتي في كاس العالم في كره القدم دول اوروبيه ما كانتش موجوده قوي بقوه على الساحه في الكوره، ودلوقتي النهارده في كاس العالم ده محققين نتائج زي كرواتيا كده مثلا. بالظبط. بصراحه كرواتيا انا شفت لها ماتش اللي هو قبل بتاع روسيا ده، كان ماتش قوي جدا، اللعيبه الصراحه متميزه جدا، لعبة زي ديت ولعبها جميل وقوي زي دوت، بتمنى لها ان هي تطلع طبعا في الاول. في الجمباز كرواتيا مش قويه قوي، بس عندهم لعيب موهوب جدا وطفره جدا في جهاز حصان الحلق في الجمباز، دي من اقوى حاجه عندهم تقريبا في كرواتيا. تهيألي ان في ان الاهتمام وان الواحد يصعد بعد اختفاء دي حاجه يعني كويسه، وان هي حاجه موجوده على الواقع. يعني احنا شايفين اوروبا دلوقتي مثلا لو في كره القدم بداوا يظهروا دول اوروبيه معينه كانت في الكوره معروفه بلاعبين، بس كدول معروف اللي هي ادائها يعني عادي. يعني هنقول ان في برنامج صح، دوله بتشتغل جدا، في برامج ماشيه عليها وسيستم ماشيين عليه يقدر يوصلهم للنتائج العاليه دي، خطط محطوطه مستقبليه، مش بيبصوا لسنه وسنتين. اكيد حاجه زي كده شغالين عليها بقالهم مثلا من 8 سنين، مش هقول لك الدوره واحده او 4 سنين، بس اكيد شغالين عليها من زمان. ان يوصلوا يحققوا حاجه زي كده، اكيد الناس دي ليها خطوات ماشيه صح فيها. متهيألي ان اي حد يتبع الخطوات العلميه في الوقت اللي احنا كنا فيه العلم يوصل، يقدر يوصل العلم ليه يد كبيره دلوقتي في اي رياضه. بالظبط. زي عندنا انا قلت لك ان تركيا دي ما كانتش موجوده، يعني كنا بنكسبها، فان هي توصل لوقت انها تخش ممكن يعني عندها بتتاهل اولمبيات وتوصل كمان، ان انا يعني بتوقع انها تتاهل فرق اولمبيات التاهيل اللي جاي، فده انجاز رهيب في خلال مثلا 5-6 سنين ان هي توصل ان هي تحقق حاجه زي كده. بعد ما كاس العالم بقى صفصف على الدول الاوروبيه دي في دوله معينه، هتشجعها ولا اللعبه الحلوه؟ والله يعني تقريبا اللعبه الحلوه شويه. اللعبه الحلوه. احنا كلنا هنشجع اللعبه الحلوه. بالظبط. قول لي، سافرت اكيد دول كتير. سافرت. ايه الدوله اللي انت حبيتها؟ اكتر دوله حبيتها لما سافرت؟ والله بص، حبيت باريس، حبيت كرواتيا. رحت امريكا، جميله وحاجه كبيره جدا. يعني ايه من دول، ايه دوله من دول لو انت مسافر بعيدا عن بطوله تحب تسافرها؟ في دول صغيره كده بس ممتعه جدا، وتحس بجمالها الجو بتاعها جميل، والاكسجين فيها حاجه حلوه جدا، وبلاد صغيره كده بس هاديه ومفيش دوشه، وفي نفس الوقت تستمتع جدا بكل حاجه فيها، زي سلوفينيا، زي كرواتيا. البلاد الكبيره اللي استمتعت فيها زي باريس وزي امريكا، تقريبا دي معظم البلاد الكبيره. طبعا في بلاد افريقيه كتير رحتها، بس يعني ساوث افريكا هي اجملهم. طيب اخبارك ايه مع العربيات؟ بتحب العربيات والكلام ده ولا يعني؟ لا ماليش في ان انا اغير وبتاع وفكره. بحب العربيات، بحب العربيات شكلها شيك، بشوف عربيات كتير في السفر وفي سفري بره وكده، بشوف ماركات جميله وماركات عالميه، بنبسط لما بشوف، بحس ان انا شايف حاجات قويه، بس يعني ما عنديش اكسبيرينس فيها قوي، والسرعات ممكن تعجب اكتر بعربيه سبورت ولا عربيه كلاسيك ولا عربيه شيك؟ كلاسيك. انا بحب كل حاجه كلاسيك. يعني دايما بحب لبس كلاسيك، الستايل بتاعي كلاسيك، اروح للكوافير مثلا كلاسيك. انا يعني نظامي كده، ما بحبش اروشن قوي زياده عن اللزوم. بحب المظبوط الكلاسيكي، بحب الشكل ده، حتى في بيتي تعاملي كلاسيك، ستايلي في البيت كله مش مودرن برضو كلاسيك، فده يعني شويه الستايل بتاعي. انت متجوز ولا لسه؟ انا متجوز بقالي 8 شهور. من الحاجات الخطوات الجميله اللي عملتها الصراحه خلال الفتره دي، انا حققت انجازات افريقيا وكاس العالم وبحر المتوسط، فوشها حلو عليا يعني. هايل هايل ومبروك، ويعني
ربنا يرزقك بذريه صالحه ان شاء الله. وعايز اعرف منك بقى، ممكن الواحد لما يتجوز وبيته ده ومراته يبقوا دعم؟ اصل في ناس تقول لك انا لو اتجوزت انا عايز اقطع مشوار لسه، انا خايف لما اتجوز المشوار مسؤولياته يبطا مثلا، او مسؤولياتي تزيد، ما اعرفش اركز في اللي بعمله. والله بص، كتير توقعوا كده، كتير توقعوا في مصر ان عيال الزهران بعد الجواز ممكن ياخدوا المسؤوليات والحياه والمصاريف والدنيا والشغل عشان يوصل ان هو يبقى واقف، ودي فعلا صعبه وفعلا ده ممكن يحصل. بس لما يكون معك حد شريك حياتك بيشجعك وبيسبورت ليك وعايزك دايما تبقى ناجح، فبتساعدوا بعض وبتوصلوا لحاجه كويسه، تقدروا تكملوا مع بعض وبتقدر تشجعك وتحقق نتائجك وكملوا. وانا كان حلمي ان انا اوصل للحاجات ديت والبحر المتوسط، وهي الصراحه كانت في ظهري دايما وبتشجعني ان انا اوصل لده. تهيألي الدعم الاسري برضه، خلينا نتكلم في الكلام للاجيال بقى كمان اللي طالعه، تهيألي الدعم الاسري ده شيء مهم جدا لاي رياضي. بص، مهم جدا جدا، الرياضه مهمه جدا، لازم الاسره ولازم الاهالي ياخدوا بالهم لعيالهم، هيبعدوهم عن حاجات كتير، هيبعدوهم عن ثقافات كتير غلط ويوجهوهم صح. الرياضه حاجه مفيده، حاجه مفيده للجسم، حاجه مفيده للعقل، حاجه مفيده للبيئه والمجتمع اللي هو فيه. إيه، هيستفاد من كل حاجه يعني، بدنيا فكريا كل ده، هيقدر ان هو يعني يشوف ابنه حاجه مميزه وبقدر الامكان يبعد عن اي حاجه ممكن يعني تفسده او توصله لحاجه مش كويسه.